لدينا بعض الجمل كنماذج إعراب، إذا نعربها لنحدد علامات إعراب الأسماء. الجملة الأولى: لدينا رسم الولد زهرة على الكراس. الولد، نحدد نوع الكلمة. الولد ولد، هي تقبل الألف واللام والتنوين، إذن فهي اسم. إذا كانت الكلمة اسم نحدد عددها وجنسها. الولد مفرد، ثم نحدد نوع الجملة. هذه الجملة تبدأ بفعل، وبالتالي هي جملة فعلية. في الجملة الفعلية دائما نطرح السؤال: من رسم زهرة على الكراس؟ نجيب: إذن الولد هو من رسم زهرة على الكراس. إذن الولد فاعل. الولد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن علامة رفع المفرد هي الضمة. أيضا لدينا الكلمة زهرة، نحدد نوع الكلمة. هذه الكلمة اسم، لماذا؟ لأنها تقبل الألف ولام الزهرة، وتقبل التنوين زهرة أو زهرة. بما أنها اسم نحدد عددها وجنسها، إذن عددها مفرد، زهرة واحدة. وبما أن الجملة جملة فعلية فيجب علينا طرح السؤال: ماذا رسم الولد على الكراس؟ رسم الولد على الكراس زهرة. إذن زهرة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عندما نطرح السؤال ماذا ونجيب في الجملة الفعلية، فالاسم يعرب مفعول به. إذن علامة نصب المفرد هي الفتحة. أيضا لدينا الكلمة الأخيرة: رسم الولد زهرة على الكراس. الكراس، نلاحظ هذا الاسم أنه مسبوق بحرف جر، وبالتالي فالكراس تعرب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن علامة جر الاسم المفرد هي الكسرة. ننتقل إلى الجملة الثانية: رسم الولدان زهرة على الكراس. إذن الولدان، هذه الكلمة اسم لأنها تقبل الألف واللام. بما أنها اسم نحدد عددها وجنسها. هي مثنى، والجنس في المثنى لا يهم، في المفرد والمثنى لا يهم الجنس، نركز فقط على العدد. إذن الولدان مثنى. رسم الولدان زهرة على الكراس. إذن من رسم زهرة على الكراس؟ الولدان، هما اللذان رسم زهرة على الكراس. الولدان من قام بالفعل. الولدان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن علامة رفع المثنى هي الألف. أيضا لدينا الجملة الثانية: رسم الولد زهرتين على الكراس. زهرتين، نطرح السؤال: ماذا رسم الولد على الكراس؟ رسم الولد على الكراس زهرتين. إذن زهرتين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. إذن علامة نصب المثنى هي الياء. الكراسين، هذه الكلمة اسم لأنها تقبل الألف واللام، وهي مثنى ومسبوقة بحرف جر. إذن الكراسين اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن علامة جر المثنى هي الياء. أيضا لدينا الجملة الموالية: جاء المهندسون. نحدد نوع الكلمة: المهندسون. إذن هي اسم، لماذا؟ لأنها تقبل الألف واللام. إذا كانت اسم يجب أن نحدد عددها وجنسها. إذن هي جمع، المهندسون جمع، نحدد جنسها مذكر. إذن في الجمع يجب أن نحدد عددها وجنسها. المهندسون هي جمع المذكر. المهندسون
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. إذن علامة رفع جمع المذكر السالم هي الواو. أيضا لدينا الجملة التالية: كرم مدير الشركة المهندسين. إذن المهندسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. إذن علامة نصب جمع المذكر السالم هي الياء. ملاحظة: كي نفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم، إذن المثنى المنصوب والمجرور وجمع المذكر السالم المنصوب والمجرور. إذن ننتبه إلى نونه، فالمثنى نونه مكسورة وجمع المذكر السالم نونه مفتوحة. مثلا لدينا كلمة مهندسين في المثنى وفي الجمع المهندسين، في المثنى مكسورة وفي الجمع مفتوحة. إذن علامات إعراب جمع المذكر السالم هي: إذن علامة رفعه هي الواو، وعلامة نصبه وجره هي الياء. لكن يجب أن نحدد نوع الكلمة، نحدد نوع الكلمة جيدا، فيجب أن نفرق بين الاسم والفعل. ننتقل إلى الجمل الموالية. إذن لدينا المهندسات نشيطات. المهندسات، نحدد نوع الكلمة. المهندسات اسم، عددها جمع، جنسها مؤنث. إذن المهندسات جمع مؤنث سالم. المهندسات، نلاحظ أن هذا الاسم ابتدأت به هذه الجملة، فنعرب المهندسات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن علامة رفع جمع المؤنث السالم هي الضمة، مثله مثل المفرد. أيضا لدينا الجملة الآتية: إن المهندسات نشيطات. إذن المهندسات هي جمع مؤنث، وهي مسبوقة بحرف مشبه بالفعل وهو إن أو بناسخ. إذن المهندسات اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم. إذن علامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة نيابة عن الفتحة. أعيد: إذن علامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة نيابة عن الفتحة. أيضا لدينا الجملة التالية: اعتمد المقاول على المهندسات. إذن المهندسات اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. إذن علامة جر جمع المؤنث السالم هي الكسرة. نستنتج أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، لكن ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وبالتالي فجمع المؤنث السالم لا يقبل الفتحة بتاتا. بالنسبة لجمع التكسير، فإن علامات إعرابه هي علامات إعراب المفرد، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة.